بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ الآن بالجزء الثاني الأول من الدرس الثاني من الإنشاءات الهندسية. أولا، أتوقع أن نحقق في هذا الدرس عدة أهداف. الهدف الأول أن يتعرف الطالب إلى كيفية رسم عمود على قطعة مستقيمة من نقطة عليه. أن يرسم الطالب عمود على قطعة مستقيمة من نقطة عليه. أن يتعرف الطالب إلى كيفية رسم عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجه. أن يرسم الطالب عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجه. وأهم شيء في أي إنشاء هندسي، يجب أن نحافظ على نظافة الدفتر وأن نرسم بدقة عالية. النشاط الأول، أراد أبو سعيد شراء شاشة تلفاز لوضعها في صالة الجلوس. اقترح سعيد شراء شاشة مقاسها 42 بوصة، لكن والده قال إن المقاس 32 بوصة هو الأنسب. اقترحت الأم إنه يجب قياس أبعاد المسافة أو المساحة المخصصة لشاشة التلفاز، وحساب فيما إذا كان ممكن، أو حساب كم بوصة ممكن أن نشتري الشاشة حسب العلاقة س تساوي جذر التنين م، حيث م هي المساحة. المساحة طبعا كلنا نعلم أنها الطول ضرب العرض. إذا س اللي هي طول القطر ويقاس بالبوصة يساوي 2 ضرب 25 ضرب 40 اللي هي أبعاد الحائط. 2 ضرب 25 50 في 40 ويساوي 2000. 2000 نريد تبسيط الجذور حسب ما تعلمنا في السنوات السابقة. 2000 تساوي 100 ضرب 20، والعشرين هي 4 في 5. 100 جذرها 10 والأربعة جذرها 2، 10 ضرب 2 ويساوي 20 جذر 5. هل يمكن تعبير عن مقاس الشاشة بعدد صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن جذر 5 هو عدد غير نسبي. ماذا نعني بعدد غير نسبي؟ هل يوجد عدد نضربه في نفسه ينتج 5؟ لا. إذن 5 ليست مربع كامل. ماذا نسمي جذر 5 إذن؟ نسمي جذر 5 جذر أصم، وينتمي إلى مجموعة الأعداد غير النسبية. النشاط الثاني، نريد أن نقيم عمود على قطعة مستقيمة من نقطة واقعة عليه. من نقطة ألف نرسم دائرة. يكفي أن نرسم قوسين إذا لم نرد أن نرسم دائرة. يقطع المستقيم ألف في نقطتين ولتكن ب وجيم. من النقطة جيم نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف ب جيم ونرسم قوس. ومن النقطة جيم بنفس الفتحة نرسم قوس آخر يقطع القوس الأول، ولتكون النقطة دال. نقوم بوصل النقطة ألف بالنقطة دال، فيكون المستقيم ألف دال عمودي على المستقيم باجي. النشاط التالي وهو نشاط 3، نريد أن نرسم المثلث ألف ب ج القائم الزاوية في ب. نقوم بمد الخط أو القطعة المستقيمة ألف ب من ب. ومن النقطة ب نرسم دائرة.
النقطة سين والنقطة صاد. من النقطة سين نرسم قوس، نفتح الفرجار فتحة أكتر أكبر من نصف سين صاد ونرسم قوس. ومن النقطة صاد أيضا نرسم قوس آخر يقطع القوس الأول، فيكون ب دال أو ب جيم نسميها مثلا عمودي على المستقيم ألف ب. لو رسمنا وتر يكون هذا المثلث قائم الزاوية. نشاط 8، نريد إنشاء عمود على مستقيم معلوم من نقطة خارجه ولتكن النقطة جيم. نفتح الفرجار فتحة مناسبة من النقطة جيم ونرسم قوس يقطع المستقيم ألف ب، ولتكن النقطتين سين وصاد. من نقطة سين نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف سين صاد ونرسم قوس. ومن نقطة صاد أيضا نرسم قوس آخر يقطع القوس الأول، ثم نصل بين نقطة التقاطع والنقطة جيم والخط المستقيم، فيكون جيم دال عمودي على المستقيم ألف ب. نشاط 9، في الشكل المقابل أنشئ عمود على ألف ب جيم من الرأس ألف على القاعدة ب جيم. رأس ألف نقوم برسم قوس يقطع القاعدة في نقطتين ولتكن سين وصاد. من النقطة سين نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف سين صاد ونرسم قوس. ومن النقطة صاد أيضا نرسم بنفس الفتحة السابقة قوس يقطع القوس الأول. نقوم بوصل نقطة التقاطع مع رأس المثلث مع القاعدة. المستقيم الناتج ألف دال يكون عمودي على القاعدة. أما الآن سنذهب إلى تمارين ومسائل. السؤال الأول، المثلث ألف ب جيم متساوي الساقين، العمود المقام من منتصف القاعدة يمر بالرأس وينصف زاويته، تحقق من صحة النظرية عن طريق الرسم بالحافة المستقيمة والفرجار. الخطوة الأولى التي سنطبقها في هذا السؤال أن ننصف القاعدة ب جيم، وبعد تنصيف القاعدة ب جيم سننشئ عمود على هذه على ب جيم من نقطة المنتصف، وبعد أن نقيم العمود سنرى أن هذا العمود الذي أنشأناه يمر بالزاوية أو زاوية الرأس وينصفها. دعونا نشاهد كيفية حل هذا السؤال. الخطوة الأولى، نقوم بتنصيف القاعدة ب جيم من الرأس ب، نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف القطعة المستقيمة ب جيم ونرسم قوس، ومن النقطة جيم أيضا نرسم قوس آخر ونحدد نقطة المنتصف. وبعد تحديد نقطة المنتصف نستخدم طريقة رسم عمود على قطعة مستقيمة من نقطة معلومة عليه. من النقطة
نقطة المنتصف نرسم قوس على يمين هذه النقطة وقوس على يسار هذه النقطة، أو نرسم دائرة ولتكون النقطتين سين وصاد. الخطوة الثانية، نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف سين صاد ونرسم قوس، ومن النقطة صاد أيضا بنفس الفتحة نرسم قوس آخر. من نقطة تقاطع القوسين نرسم أو نصل بين الرأس ونقطة التقاطع والقاعدة. يكون هذا الخط أو ينصف هذا الخط زاوية الرأس وهو المطلوب. السؤال الثاني، أرسم ارتفاعا لمتوازي الأضلاع من الرأس صاد على القاعدة عين لام. إذا نريد أن نرسم عمود على لام عين من نقطة معلومة خارج هذا الخط وهي النقطة صاد. بداية قمنا بمد لام عين باتجاه من اتجاه عين بفتحة مناسبة من النقطة صاد نرسم قوس، نقطتي التقاطع لتكون ألف وب. من النقطة ألف بفتحة طولها أكبر من نصف ألف ب نرسم قوس، ومن النقطة ب أيضا نرسم قوس آخر يقطع القوس الأول، ثم نصل نقطة صاد ب نقطة التقاطع إلى القاعدة. فيكون هذا ارتفاع المتوازي الأضلاع. نريد أن ننشئ الزوايا الآتية 45 درجة و 22.5. أول خطوة سنقوم بإنشاء زاوية قياسها 90 درجة. أولا نقوم برسم قوس من النقطة ألف يقطع المستقيم بنقطتين بفتحة أكبر من نصف طول هذه القطعة نرسم قوس، ومن النقطة الثانية نقطة التقاطع الثانية نرسم قوس آخر يقطع القوس الأول. نقوم بوصل النقطة ألف بنقطة التقاطع بالخط المستقيم، يكون المستقيم ألف دال عمودي على القطعة المستقيمة ولتكن ب جيم. إذن الزاوية ألف دال ب تساوي 90 درجة. بعد أن أنشأنا الزاوية 90 درجة سننشئ الزاوية 45. نحصل على زاوية قياسها 45 درجة، نقوم برسم قوس من الزاوية دال أو من النقطة دال يقطع الخطين بالنقطة سين والنقطة صاد، ومن النقطة سين نرسم قوس. نستخدم طريقة تنصيف زاوية، أي حتى أحصل على زاوية قياسها 45 درجة يكفي أن أنصف الزاوية 90، ونرسم من النقطة دال إلى نقطة التقاطع فتكون هذه الزاوية قياسها 45 درجة وهذه الزاوية أيضا قياسها 45 درجة. بعد أن رسمنا الزاوية التي قياسها 45 درجة
نريد أن نرسم زاوية قياسها 22.5. الآن فأريد أن أنشئ زاوية قياسها 22.5. حتى أنشئ زاوية قياسها 22.5 يكفي أن أنصف الزاوية 45. من الرأس د أرسم قوس يقطع الزاوية 45 أو ضلعي الزاوية في نقطتين. من نقطة التقاطع الأولى بفتحة مناسبة أرسم قوس. ومن نقطة التقاطع الثانية أرسم قوس آخر. نقوم بوصل الرأس دال بنقطة التقاطع، وبهذه الطريقة نكون قد نصفنا الزاوية 45 وحصلنا على زاويتين قياسهم 22.5. 22.5. السؤال الخامس: مصنع للخزاف ينتج أطباقا دائرية الشكل. أراد سامي تقديم هدية تذكارية لصديقه بحيث تكون ساعة مثبتة على طبق خزفي. كيف يمكن مساعدته في تحديد موقع تثبيت عقارب الساعة في الطبق باستخدام الإنشاءات الهندسية؟ طبعا كلنا نعلم أن موقع عقارب الساعة تكون في مركز الدائرة. إذن المطلوب مني أن أحدد أين مركز هذه الدائرة. دعونا نشاهد كيفية تحديد موقع أين مركز الدائرة. أولا نرسم الوترين ألف ب وجيم دال في الدائرة. نقوم برسم عمود منصف للوتر ألف ب. نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف ألف ب ونرسم قوس من النقطة ب، ومن النقطة ألف أيضا بنفس الفتحة نرسم قوس آخر. ونصل بين هاتين النقطتين ونمد الخط. الخطوة الثانية: أما الآن سنرسم عمود منصف للقطعة أو للوتر جيم دال. نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف جيم دال ونرسم قوس، ومن النقطة دال أيضا بنفس الفتحة نرسم قوس آخر. باستخدام المسطرة نصل بين هاتين النقطتين ونمد الخط. نقطة التقاء هذين العمودين تكون مركز الدائرة. وهكذا نكون قد عيننا موقع عقارب الساعة. الآن سنذهب إلى ورقة العمل. الهدف من ورقة العمل أن نوظف الإنشاءات الهندسية الواردة في هذا الجزء من الدرس في برهان بعض النظريات. المهمة الأولى: العمود المنصف لقاعدة المثلث المتساوي الساقين تنصف زاوية الرأس. المهمة الثانية: العمود النازل من مركز الدائرة على وتر في دائرة ينصف هذا الوتر. أطيب الأمنيات أتمناها لكم. دمتم بخير.